أمك قبل ما تموت قالت لي أعطيك إياه. وهذا شو بدي أعمل فيه؟ شو يعني شو بدك تعمل فيه؟ هذا إلك من أمك. أعطيه للعيال، هي بتستفيد منه أحسن. أعطي هذا المحبس للرجل، خليه يرجع يلبسه للين. كان بإيدها ولازم يرجع لإيدها. ممنوع هذا غيره يلبسه. هيك قالت للمرحومة بالضبط. لا لأمي إذا بتقدر الله يرحمها إنه لين هلأ صارت مع حدا تاني، على علاقة مع حدا تاني. مش صحيح. لا صحيح، هي قالت لي وهي اعترفت لي بهذا الشيء. مش كل شيء بتقول المرة بتعنيه. إلا لين. لين لا بتعرف تكذب وبحياتها ما كذبت. أنت قدم لي إياه وشوف إنه رح تلبسه. يا الله ارحمني مشان الله، أنا مالي مستعد لهذا الشيء، مالي مستعد. بس مستعد تخسرها ما هيك؟